فكرة معي دكتور عماد، بما انك معانا تعلق على هذا البيان اللي اصدره شيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني اخواني وابنائي في قطر الحبيبة، الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف النبيين والمرسلين. بعد الديباجة طبعا اتألم كثيرا وانا ارى الوضع يمضي الى الأسوأ، بلغت حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الاخرين، ويدفع بنا الى مصير لا نريد الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المخدرات. ونظرا لما قال إلى ما آلت إليه الأوضاع، أدعو الحكماء والعقلاء من أبناء الأسرة الكرام وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني نتباحث فيه حول كل ما يخص الأزمة وما نستطيع عمله لنعيد الأمور إلى نصابها ولتقوية اللحمة الخليجية. إخواني، لا أفعل هذا ادعاء أو استعراضا، ولكنني متفائل حين رأيت ما تيسر لي بفضله تعالى من خدمة أهلي وتسهيل أمورهم، ووجدت الأبواب مسرعة أو مشرعة، وفي المرتين اللتين شرفت فيهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجدت حرصه الشديد على سلامة قطر وأهلها، كما أن واجبنا ومسؤوليتنا عدم الصمت والسكون في هذه الأزمة، على أن نحدد موعد ومكان الاجتماع لاحقا، وفقنا الله لخدمة بلدنا. ماذا يعني هذا البيان في رأيك دكتور عماد؟ يعني انتقال الأزمة بشكل واضح وصريح إلى داخل الأراضي القطرية. الشيخ تميم والنظام القطري كان يسعى إلى إظهار الذات بمظهر المتماسك والقوي وأن قطر صامدة. الآن هو اتخذ إجراءات ضد يعني قبيلة المرة اللي هي بتشكل 60% من السكان، واتخذ إجراءات سلبية وردت عليها القبيلة باجتماعات على الأراضي السعودية. بموجب هذا البيان نحن نتحدث عن الأسرة الحاكمة، عن إطار يعني آل ثاني، وبالتالي بس دي أول مرة، يعني زي ما كنت بقول إن أول مرة يعني يعقد اجتماع أو اجتماع للمعارضة القطرية أو مؤتمر، دي أول مرة يصدر بيان من فرد من الأسرة الحاكمة يتحدث عن طلب لقاء أسري ولقاء عائلي ولقاء وطني، دي الأول مرة تحصل في قطر عموما. طبعا ما أنا بقول لحضرتك ده مؤشر واضح على إن الأزمة يعني بدأت تضيق حلقاتها حول النظام القطري. هو الراجل في بيانه عايز يقول إنه الدول المقاطعة للنظام لقطر حريصة على وحدة على الشعب القطري وعلى إذن المشكلة موجودة في النظام القطري الحاكم. كلام واضح وصريح، وبنتكلم مش من معارضة قطرية خارج الأراضي، ولا بنتكلم من قبيلة أخرى، بنتكلم من آل ثاني، أي الأسرة الحاكمة، مش قبيلة كمان، ده الأسرة الحاكمة. الأسرة الحاكمة على مش عايز أقول على بوادر انشقاق، لكن ظهر صوت حكمة أولا بيتكلم بشكل إيجابي على السعودية، وبالتالي يبقى المشكلة موجودة عنده هو في النظام بتاعه. بيتكلم على حرص على إن المسألة وصلت لي أمن واستقرار الخليج، إذا فيها اعتراف ضمني بما يقوم به النظام القطري. ثلاثة، هو بيحذر من مستقبل مظلم للنظام القطري ولقطر كدولة في حال عدم التجاوب واستمرار الخط الرسمي الحالي. أنا أعتقد أن هذا البيان هو أول ثمار المقاطعة الرباعية لقطر، وبدأت النيران تشتعل بالقرب من أرجل تميم وداخل الأسرة. نعم، بشكرك دكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. احنا بنتكلم